عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من تساؤلات فيديو ون بيز. ها كم خليك بالتساؤلات اصبر على تحمست خلاص قالها خليني خلونا نبدأ. طبعا في تغيير بسيط بس في الحلقة ان اختاروا يا نحذف على ماجد فيتو لأن غش في آخر مرة وخصم على إبراهيم فيتو في آخر حلقة فيتو نوع غش في الحسبة. قل لهم اختاروا وإحنا نريد الحلقة بصير منتجة وناسة شو بيختاروا؟ هم لا أنتوا الحين اختاروا لأن أخصم على ماجد فيتو ينزيد إبراهيم فيتو. يا ما صارت من قبل ما في تصويت. أنت تختار نخصم عليك ولا نزيد إبراهيم؟ لا زيد إبراهيم. وأنت تختار نخصم عليه ولا نزيدك؟ لا أخصم عليه. انت اختار نخصم على ماجد ولا نزيد ابراهيم؟ اخصم على الاثنين. ايش دخلني انا؟ انا اقول زيد ابراهيم فصلنا اثنين باثنين اذا نزيد ابراهيم. خلاص زيد ابراهيم. بس ماجد ما حد يخصم علي وانا موجود. الله يعلم يخصم علي زي ما خصم علي. زدت. خصمت عليك يا اخي كم مره خصم علي انا من قبل احمد اليماني كنت ما سويت له شيء. انا ما كنت موجود وقت هذا غش وخداع. راح نبدا من يميني ماجد. سؤال. يس. في حرب القمه هل اهان الكاتب الوايت بيلد؟ ومو بس يقول إيه ولا يقول لك فسر أهانه ما أهانه وليش؟ لم يهينه أبدا بل أظهر هيبته وعظمته ما تشامخا واقفا ودمج الأولي والتالي سوى كل اللي مطلوب منه وزيادة. الوايت بيلد عبارة عن فخر وليس إهانة. الله الله شوف هو قنعة بس أسلوبك مو قنعة. ما عليك من أسلوب بس إجابتك منطقية. يقول فيتو يتسكت. أنا قلت إجابتك منطقية. إيه قل قدير وقنع ولا أسكت وقل فيتو. لا يقدر يقول ما بيجي ذا. ما بيقول قدير عادي يعني. الله إيه. يعني كيف فكر. أنا قلت لا قنع يا قدير وأسكت. يعني فاهم. أنا قلت أنتقد سرحت. لو إيس ما استعجل بقتال تيتش لما كان تيتش يطارد لوب إيش كان بيصير؟ سؤال صعب. أو شوف يعني كان يمكن يروح حق لوفي وهذه مشكلة يعني لو كان رايح لوتر 7 حق لوفي. فالمصلحة لوفي كان ظهور إيس يعني قدامه صراحة لأنه وقتها تيتش أتوقع لو قابل لوفي فيتو. الله 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 هو يمكن يروح لوفي صحيح لكن لو راح لوفي مصيبة عليه. ليه؟ لأنه لو قابله في بداية ووتر 7 بيلقى أوكيجي في وجهه ولو قابله في نهاية ووتر 7 بيلقى جاو في وجهه فمصيرك مقتول مقتول يا ولد بيتو. تونا في البداية عليك اصبر حبيبي تيتش مو من نوع الاهبل لما يشوف اوكيجي موجود بيجي يدخل يدرعم على طول ولا هو من النوع اللي بيشوف جارب موجود بيدخل عليه بيشوف اللحظة المناسبة الوقت المناسب يدخل ياخذ صيدة ويمشي انتهينا خلاص جولدن ما قاعد اتكلم دحمي اسلم لو بيخون لوبي ولا لا وشنو هدف لا اظن يعني اتضح ان هدف لو انه ينتقم من دي كيهوتي سالفة انه بيخونه ما اعتقد اعتقد انه بيأثر في حربه مع كايدو وانو ستكون درجات الحرارة معتدلة في خميس مشيط والأثلاج ونحذر المشاهدين من قدوم الغبار زي كذا يقولك نحذر المشاهدين من قدوم الغبار ف ان لا مره سؤال اللي بعد له محمد هل ممكن يكون اسم ونونوا ليش اعطيتوني انا ونونوا اللي في اسئله تقرا السؤال كله حتى لو انه بلاك تقراه والله اصدم ما اقدر اسوي باس على عشان اونو يلا هل ممكن يكون اسم اونو هو اسم عائله اسم مستعار لعائله زور وما يكون اسمها اونو والله انا متعمد وما يكون اسم عائله زونو لان ما ضاع شيء يثبت ان اسم عائله اونو لا حول شس مقصود يا قلبي جاوب يا مدير جاوب ايه اسم عائلته ونوا بس خلاص هذا اسم عائلته عندها بعد ثاني قال ايه ماجد لحظة هو كان يقول في احتمال يعني ولا يقول هل ممكن اسم عائلته ما يكون اللي انا قلته وش قلت ما يكون اجل خلفيته بداية الحلقة يلا متحمس كذا انا اقول له احتمال وارد فعلا ما يكون عائلته اسمها رونوا وارد ليش لا ليش الا لازم يكون عائلته رونوا بالعكس ممكن تكون عائلته شيء كبير ومهم ويتضح مستقبله مقامك كبير كبير حبيب قلبي انتصر هذا صغير لا هو على اللحم بس قصدي قوم من الساق عطى عطى واحد من هي الشخصية اللي بطاقم لوفي السؤال لي اي الله الله لي انا يا عمي انا اسوي فيديو اوكي من هي الشخصية اللي بطاقم لوفي
وسيكون بإمكان لوبي أن يذهب لرافتل بدونها، ما لها الفضل أو جزء من الفضل في وصول لرافتل، يعني وجوده من عدمها واحد في الطاقم، ما حتأثر في وصول لوبي لرافتل. احتار البطل. سبوا سبوا ما لا لازمة فيتو خلاص. وقال قبل من وجهة نظر ان السب هو اللي بيأثر في البف تحالفات البف. والله انك رجال قنعه جوابك منطقي يا استاذ، جوابك منطقي. قال لك فيتو ولا كلمة ولا كلمة. لو سمحت ايش قلت؟ لو سمحت قال فيتو. عندك فيتو كل فيتو بعدين نقول له وش دخل ما دخل. فتاك. طيب سؤال مو فتاك هو فتاك. سؤال عن الشخصيه اللي طيب زين انت جاوبت الجزء الاول انه هذا الحين بيجاوب الجزء الثاني. هذا الجزء جاوب لا جاوب الجزء الثاني منهم. قال اسب بيكون له فضل وشنه دور انه بيساعدهم في تحالفات الباب. مين هو اللي ما له لازمه في الطاقم؟ السؤال الرئيسي. طيب انا بجاوب عليه. من اللي ما له لازمه؟ صدق عشان نتفاهم. اي اوكي اقول اللي ما له لازمه في الرحله هذه بروك. تقول قل فيتو ولا اسكت؟ ما لا قل فيتو ولا اسكت؟ فيتو الاصمت لو سمحت. حتى انت شخصيه ما تاثر اذا راحت او اذا جات. لسه الحلقه بدات وفي عندك واحد فيتو ترى لسه تو صاقع فيتو. اسكع دال خلك رجال. كل هوا انت عندك واجد. سلفني اياه. سلفني اياه. خليك بعيد يا ابن الحلال. سلفني اياه يا ابن الحلال. اعطيك فيتو من الحلقه الجايه. رهيب لا لا هذا السؤال ما تقدر تنحاش منه. اوكي ليش شانكس لا يلحق اللحية السوداء بعد ما سبب له ضرر؟ هل شانكس خايف من اللحية؟ ابراهيم مو منحاش منه. كمل السؤال الحين يلا. هل شانكس خايف من اللحية السوداء؟ خسي وهابة وهاب خايف منه ولا يحزنون الا شانكس قده وقدود بس داخل اللي قاعد يتنحش. لا سؤال ليش ما لحقه؟ ليش ما لحقه؟ كمل مو ضغط منحاش هذه الاجابة بس انا من اي بلاك بيت من عشم من الدخايف جبان ما يبي يواجه. لا شانكس لا انزل ارض المعركه. ما تعترض على اجابتي في تعترض على جوابي ما انحشت من الجواب. شانكس ما الحقه لان الوايت بيت لان بلاك بيت من حاش من عاشي لو ان رجال نزل ارض المعركه تفاتح بيت وبيت. اوكي انتبه لا تغلط. لا ما نبغى انتبه لا تغلط. جاوب بمنطقيه بس ارجوك لا تغلط. جواب ماجد ترى جاب حين فوزت. اسمع جواب ماجد انه يعني النتيج خايف من شانكس وقاعد يهرب. نعم. طيب ليش ما لحقه شانكس؟ ايوه قاعد اقول لك انحاش. كيف انحاش؟ انت عارف انه صار ينكو. جواب السؤال بعدك مني انا. جواب السؤال. عطني السؤال. ليش شانكس لم يلحق بالبلاك بيت بعد ما سبب له الضرر؟ يعني من البدايه ما لحقه الى الحين هل هو خايف منه؟ لا شانكس ما يخاف من البلاك بيت. كافو. ليش ما لحق؟ ليش ما لحق تيج اخذ اراضي والويت بير؟ طيب فيتو 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 اثنينكم تعبتوني. خلني بسكي عن المسألة. يونيكو الأربعة مثل ما حكومة العالم حاصة على توازن القوة حتى يونيكو حريصين على توازن القوة. سقوط واحد منهم هو سقوط للجميع سواء اكرهك او ما اكرهك ما اقدر اتضارب وياك. فشانكس عنده مرحلتين. المرحلة الأولى انه كان يونيكو تيج في طاقم الوايت بير فما اقدر اتضارب مع الوايت بير عشان شخص حقير زي تيج. خلى بعدين يوم كيش طلع قال شخص خلني اروح له الحين خلني اروح له. ما في تضارب مصالح يونيكو. قال له الوايت بيرد اطلع منها. الثانية الحين البلاك بيرد هو اليونيكو. لما انا اتضارب مع البلاك بيرد ونسقط اثنين راح نسمح لحثاله يجون ويتحكمون بمصير العالم. راح نسمح لحكومة العالم تتدخل في مصير العالم. فوجوده يعني. إيه كموازين قوة وجوده يهمني أكثر من ذهابه. لو يذهب يذهب على شخص يستحق يمسك مكانه. شو مناسبة عبد الجو؟ ما تتكلم مصباح. أنا قاعد أي قاعد أي. أوكي أي دم دم تكلم. أنا ما أقدر أخبره. أنا قاعد أي دم. شو مناسبة عبد الجو؟ وداحم. البيج مام لو كانت في المارين فورد بكامل تحالفاتها وطاقمها ايش كانت بتسوي؟ تنتصر بكل بساطه. بتنتصر فيتو. شنو 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 والله انا ما امضى اسمع اجابته. كل البيج مام كل تحالفاتها وانتصاراتها بتنتصر. بتنتصر تسحب روحها وكله. صكك فيتو صكك فيتو اسكت خلاص قال فيتو. سمعنا لا تنجلد. ايه وطاقمها كلها وتحالفاتها كلها كذا تسيح سيحان يا شيخ. والله قنع. معليش البيج مام ما قلنا ضعيفه بس يعني انت تقارن بالوايت بيرد اللي راحوا بكامل قوته وطاقمه اللي يحبونه وعاشقينه عشق واللي يعني اتباع البيج مام كلهم اغثات اربعه متابعون على اساس خايفين منها. اي فرصه بيحصلون
بحط رجل النحاش. يوم تحاصروا طاقم الوايت بير سوى كسر ذا، قال لهم يا ابوي اللي بيمشي يمشي، وكلهم قعدوا عشانه. هذيك لو قال لهم اللي بيمشي يمشي كان كل الطاقم راح، ما بقى له حق ولا حبتين. كفو قنعه قنعه، كلامك منطقي يا استاذ قدير. قنعه قنعه، روح اللي بعده. طيب سؤال عندي يا الحين، سجلت روحت بيتهم اي شكل. يبي خصم علي، يبي خصم علي. شوفوا ابي 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 انا اللي حطيت اللبس ستيل. انا احبك انا طيب. من هو الاكثر جديه وصرامه في ون بيس؟ السؤال عندي انا. اونو زور الله اللي قال الطاقم اول واسف ما يجعل اني اعتذر، ووقف وجه لوبي اكثر من ما اونو زول اكثر جديه وصرامه. صدق اهبل يضيع تراه جاد، يعني مو مضيع لانه اهبل، هو جاد في انه يضيع يعني ما ادري شلون. المهم فيتو هذا سؤال على الطاقم ون بيس كله. ون بيس كله صقعته فيتو. انا اشوفه صراحه تاكانومي ميهوك عين استقر ميهوك هو الاكثر صرامه وجديه في الانمي. اول ما انصك فيتو واوافق. قنع قنع كلام هذا اللي يقول لك فيتو فتاك فتاك اجل خذ فيتو شبيت شاطر دراغون مانكي دراغون. هذا جاد وصار. اي نعم. متى شفته يمزح ولا يظهر؟ عنده ايفانكوف. ما عليك من اللي عنده، حتى ايفانكوف يوم جاي يمزح يتريق عليه وانا صك فيتو بحق لك تعتذر، قال له وص ولا كلمه ولا عليك مني، انا طالع في الشرق ولا في الجنب. هذا دراغون مانكي دي دراغون. الله والله ميهوك يوم جابوه عند شانكس فكيت فوق 6 فيتو الحين يرحم اهلك احسب عادل. ميهوك يوم راح عند شانكس كان مروق وقاعد يشرب وياه وكذا، دراغون ما قد شفته ولا مشهد مروق ولا يمزح، كله جاد 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 وصار على اخر الدرج. وين القدير؟ وين القنعة؟ وين الكلام هذا؟ لا افحمه صراحه تعجبني بس انت كفو بس. طيب الحين من عند سؤال ماجد، هل في مستوى محدد للفاكهة يصير ما يمديك تطلع قدرات جديدة أو تقنيات جديدة؟ حد معين للفاكهة؟ عيدة أنا ما فهمت السؤال. عيدة والله ما ليش أخي هني. يعني الفاكهة هل فيها لمت خاصة وصلت ما تقدر تتعدى ولا في مجال؟ ما تقدر تطلع تقنيات وقدرات جديدة الفواكه، لها حد معين ولا ما لها حد معين؟ قصدي يعني بعد النقاض ولا قبل النقاض؟ ما فهمت السؤال. السؤال عام، هو يقول لك هل في حد معين للفاكهة ما يعني هل مثلا النقاض هو أعلى شيء بعد ما يجي يوصل شيء عظام ولا في مجال يطور اكثر واكثر؟ اي اذا قصدك ان الايقاظ هذا حد، نعم انا اشوف ان الايقاظ هو اعلى حد للفاكهه، ما في بعد الايقاظ شيء ثاني للفاكهه. هذا وجهه نظري خلاص، يعني انك انت تطور فاكهتك باساليبك زي ما سوي لوفي هذا شيء ثاني مختلف تماما. انت قاعد تطور الفاكهه اساليب قتالك بالفاكهه، اما تطوير الفاكهه نفسها اخر حد للايقاظ. اوكي بخليل عاجبه عاجبه كلامك. من حقه من حقه ينطق بخليل. لقينا لك سؤال بوك. سؤال أبو كيس. أي قول. هل ممكن في صلة قرابة بين تيتش وشان؟ No way. ليه؟ ما في يعني لو تجمعهم فوق لا تحت، لا شكل، لا لون، لا أخلاق، لا قوة، لا كل شيء، كل شيء لو تجمع كل بعض ما في أي صلة قرابة بين الاثنين، مستحيل. قنعة قنعة قتيرة. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. سؤال بق. داعم. هل ممكن نوع عضو بالطاقم أقوى من لوبي وزورو؟ مستحيل. قنع. مستحيل حتى لو تجيب بيون كوم مستحيل يصير اقوى منه. قنع. رد عليك يا احمد اليماني. ماركو الاضعف ماركو الاضعف. الحين عندي انا تسوي ابجكشن وخلصيت في الموضوع. طيب عندي انا، كلنا نعرف ان تشوبا عنده حاسه شم قويه لدرجه يعرف الشخص من رائحته فقط. السؤال كيف تشوبا معروف ان سوكي كينج هو نفسه اسب من رائحه؟ يلا جاوب جاوب يا مدير. باص عند ماجد. انت اوكي انا باخذ الباص بس انت سويت غير ضرر. لا 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 تسوي الباص عبد الرحمن وراحت عليك. لا هو يبقى لا بعدك يوجع. لا نسيت باص عبد الرحمن. لا 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 مثل ما عدلت ابراهيم تعدلي، مثل ما عدلت ابراهيم صارت عدلي. ما بالباص باص من حقي. لا ما حد قال لك توحدي بالسؤال. انت نيتك ما كانت طيبه وهذا مشكلتك. وقعت في شر اعمالك. لا بس وقعت في شر اعمالك. وهمت اني مشي لك. لا لا ما تمشي حتى لو انا بابا كان. انا ما عندي مشكله. انا ارفض. طيب انا ما عندي مشكله محمد. انا عجبني السؤال اساسا كنت بسير ستيل. يلا جاوب ورنا الحين. بكل بساطه افتح جوالك لاقي صبعك. والله ظلم والله نسيت الدور والله من حقك. انت اللي بادي الدور، انت اللي مختار الدور. كل ثقه يقول ماجد. انا حسيت اني نسيت، حسيت اني قاعد اذكره والله جد عشان عين قلت لا ما ينفع خلاص. يلا قول قول راح. بكل بساطه شوبر في تلك اللحظه حماسه لزوكي كينج والليزر وغطى على كل الحواس الاخرى، ما عنده ما قام يشب ما قام يركز. سوكي سوكي
قمها السوبر هيرو وانت غطى بس في كل بساطه وخلي الموت كايدو في الحرب. لا ما اتوقع يموت. خلنا ادي السؤال في بس هل سيموت كايدو في الحرب؟ لا ما راح يموت كايدو. زين عبد الرحمن فيتو استنى. لا على ذا السؤال فيتو. فيتو اوكي استنى تروح. لا اشوف ان اليونكو لابد لهم ان يموتوا. انا احب موت اليونكو كذا. ايوه ايش قلت؟ بقول لك ليش خليني افسر. لا بس ما سمعت عدل ابي اسمع. ما لان الوايت بيرد مات وبان كايدو قالوا عنه ان خالد عسى استكسر الخلود الافضل انه فعلا يموت مو شلوف اللي يقتله بس لازم يموت عسى لا يرجع مره ثانيه يعني لو ما مات ما راح يرجع مره ثانيه يتكون كيونكو يعني حكومه مسكته سبع مرات من قبل ما استفاد شيء ما استفدنا شيء يعني انت ما اسقطت اليونكو هذا اخذت منه البنج الطيب بعدين ما استفدنا شيء بيرجع مره ثانيه يونكو اذا تبي تدعس لازم يموت لو في يهزمه ويجي حاجه منه عاد مع عبد الرحمن هلا لماذا القاب الادبيرالات حيوانات هذا الكيس اسال الكيس يلا يلا خلص ليش القابهم حيوانات باس ابراهيم الله اكبر انا صدق ودي كذا عشان ما بيش ابتسام فيها بس انه ما يسوي لي بعض لا لا بكل بساطه حيوانات خلاص انتهينا كلهم حيوانات عطني فيتو انا ابي فيتو منك ابي اخلص فيتو حقي عطني في كم فيتو عندي عندك واحد وواحد جولدن بس اجل خذ لك فيتو استاهل حسب الثقافه اليابانيه والاساطير اليابانيه ان كل شخص يلقب بحيوان مناسب له وليست من الاهانه وكانت ايضا عندنا في العرب هالشخص كليب لما سمى الملك نفسه كليب وهالشخص هو التنين وهالشخص هو النوز وهالشخص يمثل الحصان الأبراج السماوية سموها الناس بأسامي الحيوانات لأن الإنسان أول علم له بالحضارة كانت الحيوانات لأن الإنسان أول ما وجد في الحضارة ما شاف قدامه إلا الحيوانات قبل يشوف العماير قبل يعرف شنه النجوم قبل يعرف شنه الشمس كان يشوف شنه الحيوانات فاللقب يطلق على الحيوان هذا شجاع مثل الأسد لأن هذا الإنسان كيزارو قرد كيزارو قرد لا هي ثقافة عالمية انك تشبه الشخص بحيوان مو من باب الإهانة لا لان يمثل له صفة معينة يعني يمثل يا كموس يا كلواجد الله في جزورة النيل صار انا نمر يعني شيء قوي صراحة فايقة وذاك كلب نمر كلب ليش تسمح لي اعلق ليش نمر الملك في الغابة هو الاسد النمر نفس قوة الملك لكن ما يبغى يصير ملك وما يبي يخضع الملك مثل فيجيتورا ما هو قائد البحرية ولا يخضع لقائد البحرية ويتصرف بقانونه وتحسه وحيد هذاك مو بأسد ذاك كلب يا محمد ذاك كلب 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 عبد الرحمن سام هل سيكون لدى سانجي هكي ملكي؟ اي خاشي زين حلو محمد أبي الدور عندك الدور لو أن لوبي ليس من الدين هل عزيمته ستوصل للون بيس ونرى نفس الحماسة؟ نعم حتى لو أنه لم يكن من الدين عزيمته ستوصله للون بيس ونشوف منه نفس الحماسة الدين معطت الزيادة فقط ماجد هات. هل تتوقع أن أم إيس حملتها أكثر من 9 أشهر لأنه هي من الدين يعني زي تيتش ولا لأنه أكلت فاكهة شيطان؟ دخل تيتش أنا من الدي يعني خطص هي من برتقص دي إيس يعني هي من الدي إيس سبب حملها له إنها من الدي ولا عشان فاكهة شيطان؟ ليش حملتها أكثر من 9 أشهر؟ طيب عيد السؤال أجل عشان سنة ولا لا بيطلع في المونتاج أجالك نعم نعم إيش نعم إيش كلا بسبب اسمها من الدي وليس فاكهة شيطان من هي من البرتغال برتغال دي إيس هي اسمها والله مو بعرف شو يقول أنت بس أنا عندي بس سؤال كان اسمها إيه برتغال دي روج إيه هي كان اسمها برتغال دي روج فهي من الدي فالعزيمة الدي اللي خلت الحين بس السؤال يطرح نفسنا ليش اخترت تيتش إنك تمثل من الدي ليش من بدل اللي في الدي كلهم ما قلت له تيتش سؤال روجر زوجها من الدي ليش روجر قال قارب أي واحد ثاني كان تيتش شخصية عظيمة أقول له سمعت خير سكت فيت والسؤال لي اسكت إبراهيم تفضل المملكة المزدهرة مدمرة أم مخفية لا لا حبيبي تدمرت خلاص راحت عن بكرتها بيها هل أودا أهان قادة اللحية البيضاء لأنها اللحية جلدة وعاد مصاب ولم يستطيع أحد القادة التأثير عليه أو الوقوع في وجهه يقصد أكاين هل أودا أهان قادة اللحية البيضاء لأن اللحية البيضاء جلد أكاين ورجع أكاين مصاب مع ذلك ما حد من القادة استطاع أن يأثر في عليه أو يقف في وجهه ستيل انت ريحت عبد الرحمن برافو عليك في اشياء مخفيه واحد
في واحد هنا قوطي يستنى دوره. لا انا صوت سيل عادي بيرجع لك الدوره. يعني انا عم اتعقد. لا 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 ما في الباص سبب الحزمه نفسها. لا انا ما اشوف ان اهانهم لان اساسا هنا الوايت بيرد عطى امر حق اتباعه ان انتم روح لا تقاتلون. يقول لك اودا هل اهان طبعا. ما يعتبر اهان. اوكي ما يعتبر اهان. ليش؟ لانه هو ما كان يبي يسوي حق ما يبي يحرق اوراقه بكل بساطه حق الباقي قواد لانه بيستخدمهم قدام في معركه اخرى. فليش انا احرق اوراقهم كلهم الحين؟ حتى يعني شفنا في حرب مانيفود كل اللي صار طق ضربه واحده تتش واحد بين واحد ثاني ما جبنا شفنا قتال كامل او متخصص من اي واحد من طاقم الوايت بيت. لا عيد السؤال ترى هسه ما فهم. هل اودا اهان قاده اللحيه البيضاء؟ لان اللحيه البيضاء خسف باكاينو الارض ورجع كاينو مصاب مع ذلك ما قدروا حتى يلمسونه. هذا كلهم تم عليه ولا لمسوه؟ هل هذه إهانة لهم ولا لا؟ كلهم متحلبين عليه. توحد حتى يفهم ان السؤال صعب. دائما يتدخل في غير الجواب بس. نعم لقد اهان الجماعه. دونهم كلهم طبوا علي. انا فكرت السؤال شيء ثاني صراحه. فنعم يعتبر نوعا ما اهانه يعني مجتمعين كلهم على اكان بالحال ما قدروا. سجلنا بعضهم كان مصاب سجلنا بعضهم كان تعبان بس تعتبر يعني إهانة حق الطاقم الكبيرت. والله. طيب سؤال عندي، هل سيخطط تيك لخطف روبن؟ وإذا نعم هل سينجح أم لا؟ قد يخطط تيك لخطف روبن لكنه لن ينجح. ما حكاية أودا السيناريو؟ ماجد. هلا. لماذا أودا يظل سانجي بمظهر الضعيف؟ لأنه ضعيف. لا لا قلت أكثر من مرة عيد وأكد. إيه. كان لا لا قلت بس أضحك. محتفظ بقوته وقوة كل الطاقم لمعركة كايدو راح أشوف كامل قوة سانجي في معركة ضد كايدو. فعلا. بهم. الله الله. قول. هل تعتقد أن تيتش يعرف طريقة أكل؟ هل تعتقد بما أن تيتش يعرف طريقة أكل فواكه الشيطان ثانية وثالثة زي كذا هل ممكن يكون عنده فواكه ثالثة؟ لا لا ما أتوقع إنه يأكل أبدا ما أتوقع كل شيء يعني أحس بتصير مصاخة تخيل ثلاث فواكه. شي 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 ثنتين ويا واحد ما يقدر يحيله شلون لا لا ما اتوقع ابدا ما اتوقع اوه مدحن لو لو بيستخدم الجيم فور في الحرب هل ستتغير النتيجه هل تتغير نتيجه موت ايس والويت بيرد لا ما حتتغير نتيجه الحرب جيب جديد ما هي منتهي اي قلت لا تتغير بيتو كان بيتو عندك انت عين بقي واحد بقي شو بقي واحد يبط من اول عفو يطق فيتو والله شوف اذا 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 في المونتاج انا غلط لك حق انك تخصم علي ثلاثة بيتو الحلقه الجايه ايش تبي بعد شاهدي شهدوا علي ثلاثة بيتو الحلقه الجايه ما ابيها يلا قول لا لا بس لو صار صح معي ما لك شغل انت اللي وهنت كان مو مطالب يلا لا كان لو عنده الجير فوز كان بيتغير حاجات كثيره كان انقذ على الاقل على الاقل بينقذ ايس اذا الوايت بيت ما راح ينقذ ما راح يموت ايس لانه بيقدر ينحاش بيقدر يهرب بيقدر يوقف اكاينو فايس ما راح يموت فيتو الله اكبر ايوه قول اعتقد يعني لوفي وقتها ما كان ما اثر في الحرب واذا اخذ الجير فور يعني دخل بالجير فور ما راح فيتو والله الله جولدن فيتو ليش ليش ما راح ياثر لانه وقتها جارب سينجوكو وكانوا عارفين مين لوفي وعارفين قوته اذا نصوه خلاص بتروح عليه غلطه ابراهيم تحسف انه استخدم الجولدن فيتو فاشوف ان القاده اللي كانوا في المارين ادميرالات اقوى بمراحل يعني وده ما اعطانا اي شيء عنه بس اكانو هو اللي قاعد يطقطق مع اوياجي وطاقم نايت فيرد ولا الباقي ما شفنا شيء عنه اي اطعنك وخلص الفيديو عن ابراهيم كله ولا اللي حاطك خوي لي طول الوقت لا ما بعد خاين خدرتوا فيني الحلقه ذيك ما عليه ما عليه حسابك بعدين طيب الحين من اللي كان عنده السؤال ما فرحنا من البيت الرابع حزي والله السؤال كان عندي اللي عندك عين لا جميل صح؟ كان عندك السؤال ايه هون صقعته فيتو جميل صح؟ قبل سقوط الدولة المزدهرة جوي بوي وزع الدي على العالم عشان يكتبون حجارة البونجلا ووزع الباقيين بجزيرة رافته هل بنشوف لوبي اذا وصل رافته يلاقي ناس من الدي؟ شوف لوبي اذا وصل رافته ما حيلاقي ناس من الدي هناك هذا انتهينا منها لكن المعلومات اللي قلتها ذي كلها خطا جوي بوي ما وزع الناس تكتب نظريات مجرد نظريات هذه جوي بوي ما وزع احد يكتب حجارة الدي وقال البقيه يروح رافته ومو باكيد ان جوي بوي من الدي تاعي لانه قبل 1000 سنه والحرب ما بدات الا قبل 900 سنه فما ندري يعني سنة. مجرد نظريه هذه ليست حقيقه عشان لا يجي احد بعدين يقول محمد ان قلت ان جوي بوي وزع دي لا هذه نظريتك وانا اقول ان نظريتك غلط يعني وجهه نظري عشان لا تنسب لي بس سؤال لماجد ماجد هلا 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 هل هناك متحكم بالارواح غير البيج مام بروك نعم بروك قاعد يتحكم فيهم اي بيبي يتحكم فيهم يطلع روحه يتحكم فيه بعد بيلونه ما عندك جولدن يا محمد ليش باقي عندي اثنين واحد فيتو لا لا باقي لك جولدن بس
ما خلصت هذا فيتو انا ستيل لو سمحت ما خلصت هذا فيتو انا باص سويت هذا فيتو مسجل بوهيم هل تتوقع ان ينتقم جنود الباف من البيج مام لانها قتلت توجه من اعضاء مجالها باص حق ماجد انا ما فهمت السؤال انا ولا انا فعزك عيد السؤال عيد السؤال والله ما فهمته ها انت ما خلصت ذبحتني انت هذا اخر باص خلاص انا ختم بمشي بطلع كمل حلقه بالحلقه باقي لي انا ماجد من سوالك باص هل تتوقع ان ينتقم جنود الباف من البيج مام لانها قتلت احد اعظم رجالهم باري يحيى قلها يعني ما اتمنى ذلك ولا اتوقع ذلك من عند السؤال عند ابراهيم اي عندي مره ابراهيم لو لم يتدخل شانت هل سيسقط جابو سينغوكو لا في الحرب لا ما سقطوا لا يقول لو ما دخل هل كان بيسقطون استمرت معركه الكلب الكبير بيقدر يسقط لا ما كان بيسقطون اساسا المارين كانت يعني قاعده تنتصر في الحرب يعني وقتها ف لا ما كان راح يسقطون جايك بق يا تفضل ليش هوجه في الاعدام طعنوه في بطنه ما طعنوه في راسه ما قصوا راسه طعنوه في بطنه ما قصوا راسه هذا قصد يعني ايس كان بيقصوا راسه هذاك كان لا ما كانوا بيقصوا راسه لا ايس كان بيقصوا راسه نزلوا عليه كذا على راسه ايه ليش هوجه اختاره بطنه لانه رجال هذا اجاب هذا السؤال كيفك رديت وجاوبت عليه لان ايش ما طعنوه في بطنه لانه رجل ايش علاقه وجوده في البطن وراسه لا تعترض لو سمحت إلا بفيتو ولا لا تعترض طيب يا ميجي أنا أبي تستاهل الحين عندي أنا لماذا ملوك البحر لم يهاجموا سفينة روجر عندما علموا أنه يسمع لما روجر في اليوجن إذا أنت فاهم الجواب جواب لما روجر كان في اليوجن وتكلموا ملوك البحر سمعهم وملوك البحر عرفوا أنه سمعهم وقالوا أن لوفي مثل ذاك اللي سمعنا اللي هو روجر ليش ما هاجموه لأن ما كان يشكل لهم أي خطر عندهم مناطق محمية خاصة فيهم زي الكامبلت لا تمر فيها هذه منطقتنا أما منطقة اليوجن هذه لا تعتبر من الحزام الهادئ وهم نفسهم مش مهمتهم مهاجمة أي شخص إلا بأمر من بوسايدون الملوك اللي في ذيك الجهة قدير جوابك منطقي يا أستاذ أشكرك عطنا اللي بعده حق ماجد ماجد كيف استطاع لوبي أن ينتصر على إنل أجل فكية مضادة هذه صح لوفي لأن إنل ما يقدر يضربه بس ليه لوفي كيف يقدر يضرب ماني عارف يعني إنل ما يقدر يطق لوفي لأن فكية مضادة بس شو المطاط يطق حياكها سيل 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 أوكي والله إنك نذ ليش تنقذها لا ما أنقذها يلا قهرتني ذيك السالفة أنت ما تدري أنا بسوي لك باص ما أنقذك أنت ما بقذني أنا أنقذتك طيب عد السؤال لو سمحت حقا حقا يا محمد كيف لوفي قدر يقول لك ايه في معركة لوفي انه تفوق لوفي قال بسبب الفاكهة فنقدر نفهم انه والله ان اللي طاق لوفي ما حيتأثر لان لوفي مطاط المطاط ما يتأثر بالكهرب حلو بس شلون المطاط يطق الكهرب هذا تسليكه من الكاتب جولدن فيتو الحين قطة باص تاخذ جولدن ما قطيت باص سوى ستيك بغيت باص عليك انت ايش تاخذ جولدن فيتو ليش؟ ما شفته تخبن قول يلا لا ما انت تسليك قبل الكاتب انت تسليك انت جولدن ولا كلمة ولا كلمة راح نوقف معك بس لما يصير حق وياك اما ضدك رجاء اسكت اعتذر قول ما يتسليك قبل الكاتب ابدا المطاط يستطيع احتواء الكهرباء لما تلبس انت قفاز مطاطي روح جربه بس عاد يجي كهرب ولا شيء ويصير عليها ما المسؤول انا مجرب ورا انا جربت لبس قفاز ومسكت واي الكهرب ما يشفطك الكهرب تقدر تمسك الكهرب تقدر تحتويه فهذه الفكره كنت اكثر الذهب الكهرب اللي مسكت 220 فوق بس لو سمحت جولدن طم ولا كلمه لنا جولدن سنة هذه المعلومه متاكد لا بس هيكون راح امسك شيء جولدن لو سمحت ولا كلمه لو سمحتم نعطيكم فرصه بعدين تهزئونا كمل هذا جولدن فيتو تفضل تقدر تمسك سلك مطاط تمسك كهرباء واحد يمسك يا جماعه لو عليكم منه لا حد يمسك طيب تقدر تمسك الكهرب بالمطاط وشفنا المهندسين دائما يمسكون قفازات قبل يتعاملون مع الكهرب ولهذا السبب اي ضربه كهرب ما تاثر في لوفي ولوفي يقدر يمسك الكهرب يقدر يضرب وهذا اللي صار مش عارف يمديكم تسوون ذا الشيء صدق ولا انت لا ما عندك حتى لا لا بس انت ما جاوبت السؤال لا هذا اللي هو قال لك كلام اللي قلته فعلا في حال ان ما يطق لوفي بس شلون الكهرب المطاط يطق الكهرب انا اتكلم هندي الحين انت ايش فاهم اوكي اجل حقك لا ايش فهمت من كلامه معلش اصبر خلي هذا يقول لك يقدر
الكهرب ما يلمسني وانا اقدر امسك الكهرب. هذا كان متى المطاط يمسك الكهرب؟ وروح شوف الحلقه اذا ما تطوع عندي. روح شوف الحلقه انا توني راجع بالحلقه. ليش لوبي شاتا في البدايه كان يتفادى بس يعني خلينا نكمل الجواب. في البدايه هنا ما كان يتفادى ضربات لوفي لانه كان متوقع ان لوفي بيتصدى منها فعطاه لوفي شلوت في وجهه وانصدم من الضربه بدون ذهب بدون اي شيء. مطاط يضرب الكهرب بكل بساطة فيزيكس مجرد فيزياء منطقية عادية. إبراهيم أنا ما الذي كان سيحدث لو كان كايدو مكان جاك عندما ضرب زينيتشا بخطومة؟ لو أن الخطوم جاي في وجه كايدو مش في وجه الله جاك. الله حتى كايدو بيطير يعني مع احترام. قنعه منطقي الله لا أنا خلص. وداحم لو نوبي هزم كايدو هل سيصبح أقوى رجل أم أقوى مخلوق؟ والله صدق أسئلتك كلها بوق. وقت لو بيصير أقوى رجل أقوى لا يكون أقوى رجل وليس أقوى. ما أعطاني ما قال لي يفسر ما قلت جاوبت أنا. عندك سؤال جاوبتك منطقية. سؤال عندي هل تعتقد أن سيف شانكس له تقنيات أم أنه سيف عادي؟ عندك باس وعندك ستيل له تقنيات. خلص الباص ما عندنا جولدن فوز. شفت ان اقول لك انا مضيع. اعتقد ان سيف شانكس له تقنياتها الخاصه لابد من ذلك. قدير ماجد هلا. بما ان تقنيه التكاي تختلف عن هكي التصلب هل هذا يعني بان المانترا اللي عند انل تختلف ايضا عن هكي التنبأ؟ يبقى جاوب انت باص. هذا اخر لفه عطتني يا باص. شكرا. انا ما فهمت اساسا. بما ان تقنيه التكاي تختلف عن هكي التصلب حق السي بي 9 اللي يتصلبون بها فهي ليست هكي التصلب هي تختلف. فهل المانتا اللي عند انل تختلف عن هكي التنبأ؟ هنا اجاوب واقول لك لا تختلف. لهم قال انها نفس هكي التنبأ بس انه يسميها مانتا. لكن اذا قلت لا مثل ما قلت انا اذا قلت لا انها لا تختلف ليش ما شفناهم يقول المانتا حق ذا لها لون الخاص زي ما يقولوا عن هكي التنبأ انه له الوان؟ اول شيء ما حد قال ان هكي التنبؤ له الوان وما ادري من اللي قال ان هكي التنبؤ له الوان وهذه نظريات يعني ما لها علاقه بالمسلسل. ما حد قال ان الهكي نفسه له الوان بس هكي التنبؤ ليس له الوان. انهم اكتشف الهكي في السماء بس ما يدري شن الهكي شن فاكهه الشيطان فكانوا يسمونها المانتا مثل ما كيمون يسمي فاكهه الشيطان نفسها بالسحر والنينجا فقط. هذا موضوع ما فيه تشبيه. ما ندمت على هذا الباص بس الهدف منه انه يرجع للسؤال. قفلت. ماجد هلا. هل لوبي سياكل فاكهتين بسبب ان جسمه مطاطي وغير قابل للانفجار؟ اذا بياكل فاكهتين معناه انا ضد هذه النظريه مش لهذا السبب ابدا. ما له علاقه سبب انك مطاطي وجسمك ما ينفجر بس انه من الدي عزز السر اللي اكتشفه بلاك بيت ايا كان السبب الواضح على الكاتب بعدين. حلو. السؤال اللي بعده لي. ابراهيم هل تتوقع ان يفشل الطاقم في هزيمه اليونكو كايدو؟ ترى بننتهي وانت باقي لك ستيل ما لك شغل؟ انا قاعد اقول لك بس ما في شيء يبي يكتسب السؤال حقي شفت؟ ستيل لن يفشل الطاقم في هزيمة يونكو كايدو وحكون هزيمة رائعة وقوية مثل ما سووا في روبلوتشي وحفظهم كامل مقوماتهم. كايدو حيكون النقطة المحورية في التطور مثل ما كان روبلوتشي معكتهم هي النقطة المحورية قبل سنتين فبعد السنتين منهم اللي عنده قوة تخليهم يعتصرون ما في قلبهم كايدو. قنع وقدير. عبد الرحمن هل سينهي لوفي رحلته بدون أن يقتل اي شخص وهل ممكن يقتل اكاينو او تيتش الانتقام؟ رحلتها جولدن فيتو. لوبي لن يقتل اي شخص لان اودا قال لوبي لا يقتل اعداءه لكنه يحطم احلامه فاذا كايدو حلمه انه يعيش يوم من ايام القتال والمتعه الحقيقيه لوبي راح يخليه ينهزم مغبون ما حتعيش متعه القتال الحقيقيه انك من تبقاتها من تبجال بيقول لوبي من تبقاتها ومن تبجال وداعي كذا اللي سواه في يستسكد فلوبي كيف بيحطم حلم كايدو ما حتقوم الحرب اللي انت استناها وتنهزم هزيمه الكلب. الله قدير الحين السؤال عندي انا كذا تصير شطبت كل الحين. هل من محمد؟ نعم. هلا والله شلونك طيب مساك بخير والله صوت اليوم اي والله انا اسالني رحت المدرسه ودرستني. انا اسالني هل من الممكن ان تاكل نامي باكيه الثلج الخاصه بمونت لان مونت ماتت في بانك هازارد ولم تكن هناك شجره
الا شجره البرتقال الخاصه بنامي، وان الثلج من عوامل الطقس ونامي مختصه من الطقس. شو السؤال البق؟ لا ما راح تاكل نامي ريطاكيات الثلج الخاصه بنت لانها ما راح تساعدها في اي شيء. وما كانت بس شجره البرتقال اللي موجوده، موجوده فواكه كثير من بينها كيسه الفواكه التفاح. لا تتكلم سؤالي هذا لو فرض انها ما هي. سؤالي عندك فيتو ولا لا؟ تتكلم ولا تأيد؟ طيب اسف ولا كلمة. قاعد ينتقم خلص. ولا كلمة. هذا حمق كذا. ولا كلمة. وش؟ أنا أسألني. من حقك من حقك. ولا كلمة. طيب خلاص. ولا كلمة أقول. طيب ما أقول شيء. اسكت خلاص. وش الدليل؟ ما لكم حق تتكلمون، ما عندكم ولا بيت. ما تكلمت أنا قاعد. هذا يقول لي وش الدليل؟ لا لا. ولا كلمة. قاعد أعيدك. قاعد أعيدك. ولا كلمة. ولا كلمة حتى لو تأيد. لا لا تأيد مش مفيد. من حقه من حقه من حقه يعني. ما في أي دليل يثبت إن مونت ماتت ترى أساسا لحد الحين. لا 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 هذا تخيف الإجابة. إحنا قلنا المونت ماتت وأنا قلت إن مونت ماتت. وين مونت؟ ما لا هذا اعتراض منك. أنت عندك دليل إنه ماتت؟ ما شغله. ما لك شغل خلاص السؤال كذا ما لك شغل. كنت أنا جد شيء. يا عمي ما ظهر إنه ماتت. والله قاعد أقول لي ثمان الحين مو بان. اسكت ولا كلمة خلاص. على العموم نشكركم على الأسئلة الجميلة ونشكر وجودك أيها الضيف مذيع نشرة الأخبار في القناة الأولى صديقي. من النهاية قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والشير. ونشوفكم على خير.